العراقة الآنية، أنا أؤمن بالعراقة الآنية ولا أؤمن بالتاريخ القديم. عندما نتحدث على هذه الفرق ونقول هذه فرق عريقة، على أي أساس نحكم على أنها عريقة على المستوى الإفريقي؟ عندما يعني نفتح الخزانة نجد بعض الكؤوس هنا وهناك، كأس في المولودية وأخرى في وفاق سطيف، كأسين وكأسين في لكن عندما نذهب إلى كبار إفريقيا لا نجد النوادي الجزائرية مصنفة مع كبار إفريقيا. شبيبة القبائل مش مصنفة مع كبار إفريقيا؟ لا، أتحدث على شبيبة القبائل حاليا. شبيبة القبائل حاليا، عندما أقول حاليا 5 6 مواسم 7 مواسم سبيخة. غير موجودة شبيبة القبائل ولا المولودية ولا الوفاق ولا الشباب ولا غيرها. لذلك نحن غائبون على المستوى الإفريقي، وإذا ما أردنا أن نعود إلى هذا المستوى ليس يعني فوز ببطولة، نعود إلى المستوى الإفريقي. أنا كنت دائما ألح وأقول أنا ضد فكرة التحليل بردة الفعل. لو فازت المولودية أول أمس بالكأس لوجدت كل بلاطوهات تهلل لبومل وللمولودية وعلى أساس أنها سوف تعود والملعب الجديد لا، نتحدث بمنطق رياضي. أنا أقول بأن التنظيم على مستوى الأندية ما زال بعيدا. عندما يتحدث حسين ويقول لك بأن هناك لاعبين في القارة التي ننتمي إليها وليس في إفريقيا لأننا أفارقة، أقول بأن هل رأيتم مثلا كشافين من الأندية الجزائرية حضروا بقوة في الشان الأخير؟ لم أسمع بأن فريق هذا الفريق أو ذاك. الفرق الجزائرية ما تأمنش بهذا المشروع، هذا مشروع طيب. هذا يعني إيه يعني لما تجيك شوف ما تأمنش تأمن نصر لما تجيك شوف لما بمناجيرا وهميين يعني. لما تجيك أرمادة من اللاعبين الشباب في دورة تحتضنها الجزائر في نيلسون مانديلا على بعد 5 كيلومتر 10 كيلومتر من أغلب الأندية العاصمية، ولا تجد ولا نادي عاصمي ينتدب ذلك الكشاف للبحث عن تلك العصافير النادرة في اللاعبين الأجانب في هذه القارة. وعندما نفوز بالبطولة